عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأطرح لكم فيرجن لي الدالة سويت فوكتور اف ان اكس تساوي اكس اس ان في واحد ناقص اكس اس ان. اولا لما ندرس الكونفرجن سام في سويت فونكسيون نضع لا ليميت لما ان يؤول الى زائد ما لا نهاية. هنا في التمرين المجال قال من صفر لواحد مغلقة، صفر الى غاية واحد مغلق، واضح هذا الامر. هذا هو اكس ينتمي الى هذا المجال. بالنسبة لهذا المثال، أولا ندرس لما إكس يساوي صفر ولما إكس يساوي واحد. لما إكس يساوي صفر ولما إكس يساوي واحد نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن إف أن صفر تساوي إف أن واحد، وماذا تساوي؟ تساوي صفر. بعد ذلك إذا كان معناه أن لا ليميت إف أن لصفر لما أن يؤول زائد من هنا تساوي لا ليميت إف أن واحد. لكن لما إكس ينتمي من صفر إلى واحد فإن لا ليميت إف أن إكس لما أن يؤول إلى صفر يساوي صفر. لماذا؟ لأن لما إكس ينتمي المجال، لما إكس يكون ينتمي المجال من صفر واحد فإن لا ليميت إكس أن تؤول إلى صفر. هذا يذهب إلى صفر وهذا يذهب إلى صفر، الكل يذهب إلى الصفر. معناه ماذا؟ نقول أن إف أن كونفرجونت سامبلومون فير إف إلى غاية صفر. إذا شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.